عليهم، الله أكبر عليهم. قبل عام كان هذا المشهد هو حال شارع المعلى الرئيسي، ولعل انتهاء ذلك القصف بترديم ليشيات الحوثي والمخلوع هو الدافع الأبرز لاحتفال هذه الجموع بالذكرى الأولى لتحرير عدن في ذات الشارع، متذكرين التضحيات التي خلصت المدينة من كابوس الحرب والحصار. ذكرى 27 من رمضان، ذكرى الانتصار العظيم، الانتصار الذي تحقق بدحر ميليشيات الحوثي وأتباع صالح، وهذه التضحيات وهذا الانتصار ما تحقق إلا بفضل دماء زكية سالت على هذه التربة. على أن مرور عام لم يخلص المدينة من الأزمات التي تخلفها الحرب، أزمات لم تثني الأهالي ومن مختلف الشرائح أن يقيموا مائدة الإفطار الجماعي كطريقة رمضانية للاحتفال بالنصر الذي تحقق في مثل هذا الشهر. أزمات الخدمات الأساسية كذلك الدمار الذي تأخر عنه مشروع الإعمار كانوا حاضرين في الاحتفال، وكثير من الاستحقاقات لم يغفل عنها المحتفلون التائقون لاكتمال النصر بتحقيقها. لا زال كثير من الجرحى يعانون من ولات آلامهم ونتيجة الأهمال الذي لاقوه من هذه السلطة، سواء كان من السلطة المحلية أو من الشرعية. هذه الشرعية لم تستطيع أن تحقق لعدن ولو القليل خلال الفترة العام منذ التحرير، سواء فيما يخص المجال الخدمات. اليوم عدن تعاني كثير من الأهمال. لكأن التحديات التي لم تتصدى لها الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة هي الدلالة المنعكسة من انتفاء الكهرباء عن المحتفلين الذين حاولوا إضاءة سماء عدن الحالك بألعاب نارية وبفرحة منتقصة. هنا في شارع المعلى الرئيسي يتكثف مشهد الاحتفال بالذكرى الأولى لتحرير عدن من ميليشيات الحوثي والمخلوع، حيث الدمار آثاره باقية على أقدم شوارع الجزيرة العربية، وحيث الكهرباء المنطفئة تبين انفصام السلطات عن هذه الجماهير عاجزة عن منحها لحظات قليلة من الفرح. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.